طبع الموقع، نزله، نزلت في مرة ثانية جوا، استنطي خياران كذا، يقول لك يعني فتح بوصلة كاملة، حقه، راح يعطيك شنو حافظة كاملة، يقول لي أنا فاتحة، على هذا البرنامج اللي انت فاتحه فتحتي، تنطي اضافه ملف، تنطي سطح المكتب، هذا الله طبعا صور منه المهم اللي هنا. شوف انت شوف الكيلو بايت ماله تبع دور عليك اكثر شيء وسوي اكثر شيء اسمه هذا هذا بحو شو وحده وحده انا ناسي مثلا انا نسيت اكيد فوق 40 مشكلة سالفة سالفة بعدين كيف نعم عليك تقدر تغير مثل هنايا ماكسيموم خلي مثلا صافي صافي تنطيها سيف حفظ سيف حفظ هاي عشان تنطيها مرة ثانية حفظ صار شيء صار صحيح وصار يلا معك مثلا يعني اي شغله هنا تغيرها عادي ماكو شي يعني بس لا تخلي زخارف مال سامسونج زخارف مال سامسونج ما يصير هذا زخارف مال سامسونج يطلع مشوه بالنوكيا هاي هنا نفس الشيء سوفي انتهى بس مجرد حفر احطها هنا انتهى حفر شوفوا صار الصوت البصري اي رومات اللي عجبك تقدر تحط اي شيء عجبك تقدر تحطه والسيريوس تقدر تغيره بس لازم تقلب وحده وحده انا خليني اجيب لك ال ال اكو حافظات معينه بس طبعا عليها لازم تغير انا اجيب لك اياها من واحد صاحبي بسيطه هاي هنا مثلا هاي ماكسيموم تقدر تخليها صافي صار الصوت هاي ماكسيموم طقها فوق طقها فوق صار الصوت هاي شغلات تقدر تغيرها عندك هاي نفس الشيء نسوي نفس الشيء يعني مو في شيء صعب هاي هنا الموقع تقدر تخلي الموقع ما تكلف ايده انت هاي اول ما يطلع اول ما يفتح عندك ما حدا عندك ولا سوالف هاي شغلات والسيريس ما سيريس يطلع عندك تقدر تغيره بال هاي برمجة الكونفرنس حط على وضع انت يحب يطلع الصوت هنا تحياتي تحياتي حقها هون حقها هنا صارت هواتف
هاي في شغلات ظل يقلب بالحافظات يعني. هاي ما اسمه دي يغيرها في ال اكو وحدة 30 اكو وحدة تلقى مثلا 11-10 بيها الشي شوف مثلا ما بيها الشي هاي اوف انجليز مو كل شغلة تقدر تغيرها بس المعربة على البمبات العادي تفتح كيلو بايت مالتين بس انك حافظات معينة قالب بجيب لك اياه لان انا ناسي يوم صاحبي بجيب لك اياه ودزيلك يعني بس مجرد اسم الحافظة تكتب اسم الحافظة رأسا تطلع لك هسه مثلا هاي 15 شوف شنو بيها موجود الشيء يلا فانت ايش بالحاسب شوية ان شاء الله الكلام تدري يعني كلش شغلات ما تلعب بيها اللي ما بيها تعريب ما عليها اسم يعني مثل اسم ابو البومبوس اللي محطوط عليها لا تلعب بيها لان بس تلعب بيها ما يفتح عندك البومبات المهم احنا نقول كملته خوش حكي كملت البومباز على حسب الأصول والحافظة مالته يلا تستلم نقول هسه انت كملته بس مجرد شو تسوي عدلنا كالتا اي تحدده انتهى اضافة شو تسوي انت تحطها زيب مكان الزيب شو تسوي تخلي جي اي ار تنطي موافق صراحة يضغط تسوي لك ملف جي اي ار هذا شيله صادب برافو صادب شي ايش حكي وتجي قبل تجي تنصب على الجهاز